قبل اللاعب ارتور الى سوتيل. سوتيل والمحاوله، سوتيل يبحث عن زميل سداد اطلاقه، سجل اول الاهداف. ليفيولا لا يتاخرون، ليفيولا لا يتاخرون، سوتيل يسجل اول اهدافه وربما يقضي على امال نادي ساسولو من اجل البقاء. يقضي عليهم هذا اللاعب سوتيل، ثاني اهدافه، ثاني اهدافه تحت انظار جماهيره هنا في فيرنسي. ودافيد بالاتيني يتابع اللقطه، يتابع اللقطه ويبدا التفكير. يا ايطاليانو زعلان ليش؟ ايطاليانو تقدم فريقك يا ايطاليانو. هذه الكره وهذه المحاوله، شوف الاستخلاص والتمريره التي وصلت الى سوتيل صاحب القميص رقم 7، فتح لنفسه مساحه اطلقها بهذه الكيفيه. ركنها راحت في زاويه صعبه على حارس المرمى كورسيلي. اصبحت النتيجه الان 1، تقدم نادي فيورنتينا باول الاهداف. وليفيولا شعارهم 1 في ملعبهم، لابد بان يخرجوا منتصرين من اجل الحفاظ على حظوظهم للوصول لاحدى المسابقات الاوروبيه بالموسم القادم. 1 لا شيء، 1 لا شيء. كل عرضية، لمسة ومحاولة علي على الأمام، عرضية عالية بالرأس، الثاني الثاني طوفان عنفوان من قبل فريق فيورنتينا. لا يرحم أبدا ساسولو، لا يرحم أبدا ساسولو. لن يكون هذا الهدف هو القاضي على فريق نادي ساسولو. هدف ثاني يأتي بشوط المباراة الثاني، ارتقاء عالي، هدف آخر، محاولة أبد أن تنتهي إلا في شباك كونسيلي. ليفيولا، ليفيولا نعم، تحت هذه الأصوات والأهازيج يسجلون ثاني الأهداف. هذه الكرة العرضية والرأسية التي ذهبت إلى الشباك، ارتقاء كبير وإنهاء كبير، وهدف ثاني يجعل ساسولو يبدأ التفكير في كيفية الصعود مرة أخرى، في كيفية العودة مرة أخرى. من الآن ربما يلعبون المباريات القادمة من أجل كيفية الصعود ويجهزون أنفسهم. هذه اللقطة من الكوارتا، واحد من المباراة المثيرة، 3-3. كرة تعود الآن، محاولة خطيرة، تسديدة، هدف التقليص، هدف التقليص النرويجي. يعود مرة أخرى ويعيد النيرو فيردي، يعيد مرة أخرى إلى المباراة، يعيد لهم الأمل من أجل الخروج من نتيجة إيجابية. نعم النيرو فيردي يعودون بهذه التمريرة، والنرويجي هو من يسجل، هو من يسجل. شوف الكرة، شوف المحاولة واللمسة والتسديدة، واحدة بقدمة، واحدة بقدمة. من أطلقها بهذه الطريقة؟ من سددها بهذه الكرة؟ لا شيء، لم تحدث في لقاءات الفريقين. هذه كرة عرضية، والثالث، الثالث، الثالث. يا له من جنون، يا له من جنون. أعطوهم أمل ثم قضوا عليهم مرة أخرى، أعطوهم أمل للعودة، لكن غونزاليز قضى على آمالهم، قضى على آمالهم. سجل الثالث، أصبحت النتيجة الآن 3. هذا الهدف الثامن لهذا الأرجنتيني، إبن رخصي تانجو يرقص الآن على نادي ساسولو بهدف آخر. شوف الكرة العرضية والمحاولة الرأسية التي انتهت في الشباك، عرضية مثالية من سوتيل ورأسية من الأرجنتيني. ويا حب الأرجنتينيين لفيرنسي ولفيورنتينا. القصة انطلقت من جابرييل عمر باتيسوتا واستمرت الآن مع غونزاليز والبقية. هدف يلعب لك كرة، حلوين حلوين، يا سلام يا سلام لو وصلت إلى كيودي. ساتيل، ساتيل يحاول، لعب لك كرة، يا حبيبي يا سلام يا سلام على متعة ليفيولا. فريق فيورنتينا ينشر الطرب، ينشر الطرب. هذه مزيكا وليست كرة قدم، هذه متعة كبيرة. يرقصون الآن على ضحيتهم، على ضحيتهم ساسولو، يتلاعبون بساسولو، يسجلون 4. وبالارديني يراقب ويتابع ويستمتع أكيد فيما يقدمه أبناء إيطاليانو. شوف الكاب، وشوف سوتيل، وشوف الهدوم والتمريرة التي وصلت إلي باراك، واللي أنهاها بالشباك، أنهاها بالشباك. باراك سجل هدف رابع في
المباراة الأول أو الثاني وضيع عورة العجوز. انطلق بذلك الموسم بقوة، هزم باليرمو وبيسكارا وجنوا، خطف إداري آخر غريب، الكرة منقولة، يا سلام يا عيني يا غونساليس، الثاني يا فيورنتينا، الثاني يا فيورنتينا، المتعة لا تتوقف هنا في فيريزي. صفق واستمتع، صفق واستمتع، هدف للتاريخ، هدف للتاريخ، يسجل ياسر رقم باساريلا، يصل الى 35 هدف، يعادل المتابع باساريلا، اصبحت النتيجه 5-1، عنفوان هنا في فيرنسي، عنفوان في فيرنسي، عنفوان في الارتيمو فرانكي، قاسيه فيورنتينا، قاسيه فيورنتينا، يقسو على ساسولو، لا يرحمه، يضرب في شباك 5 اهداف، هذه الكره العرضيه والمحاوله رماها بيده، لا هذا لا يلعبون مليار، يلعبون مليار مش كرة قدم، يا لسهولة كرة القدم عند لاعبي فيورنتينا في هذه المباراة. هل هنالك أسهل خصم من نادي ساسولو؟ تخيل ذلك، ساسولو اللي كان يشكل مصاعب كبيرة الآن أصبح أسهل خصم للكبار والصغار في هذا الموسم. هذا اللاعب غونزاليس.